كنكتب وطني وكاتب عام جهوي الفيدرالية الديمقراطية لقطاع سيادة الأجرة. المعاناة اللي كنعانيو من ديك الأفارقة حنا كما كنقولوا كنعاود نكرروها لا هنا ولا المجتمع المدني ولا كل الناس المصر، حنا ما ضدش هاد الناس، حنا ما عمرنا كنا ضدنا، حنا وراء جلالة الملك. جلالة الملك قاصر باش وصلنا لهاد المستوى ديال الأفارقة ودخولنا ورجوعنا للاتحاد الإفريقي، ولكن بهاد 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 الشكل هذا جلالة الملك لا يرضيه، لان راك شتو نتوما وعاينتو بين ديك الحاله اللي كاينين فيها حنا هنا، لا من الرائحه الكريهه ولا بعد السلوكات اللي كيديروا، ولات عندنا الدعاره، ولات عندنا الحشيش، ولا عندنا اي حاجه كدير لك في بالك كيديروها افارقه شنو كدير عندنا. وعاوتاني نزيدوا على هادشي الامن حتى هو ما بقى، تصور بهذاك داك لاكاج ما بقاش كيدخل الامن، كانه ولا الدويله ديالهم خصك فيزا ولا خصك شي اوتوريزاسيون باش تدخل. ملي اجتمعنا مع الناس المسؤولين، اي مسؤول كتمشي مسؤول كيمسحب مسؤول، جينا عند الناس ديال الامن لقينا الامن لا حول ولا قوه. ملي ولا رجل امن وانا كمغربي جنسيه مغربيه كنشوف رجل امن كيشنق علي افريقي وما كيديروا معاه والو، اش كنتسنى من هذا رجل الامن باش يحميني؟ يعني رجل الامن حتى هو ما بقاش محمي. ملي كندوي مع الجهه المعنيه السلطه المحليه كيقول لك فين ما كتهضر ما يقول لك هادشي فوق منا، كيفاش فوق منا؟ فهمت انا الخطاب ديال سيدنا الاخيره كان صريح، اللي عنده شي منصبي يتكلب به شي بركه عينا اللي دويتي معاك يضرك بجلاله الملك. ما كاينش شي واحد كيبغي دارو تكون موسخه، وما عمر جلاله الملك كيبغي بلادو تكون موسخه. اي مرحبا بهم، كاينين مدارس هما فارغه، كاينين مأوات، مش قلبوا لهم فين يحطوهم. حنا ماشي ضدهم، ولكن حنا ضد الوسخ والعفن والسلوكات اللي كيديروا. وهذا هو كممثلين ديال النقابه المهنيه كنشوفوا انه العدد ديالهم في تزايد نهار من بعد نهار، شنو كيبان لكم الحل مثلا؟ هذا الحل اخ كنا طرحناه عليهم دابا كما كنقولوا بعدا كندوي كشخص بالنسبه للعماله عندنا، العماله دابا ولي مسمينا عماله المبيت. كاع الافارقه اللي كاينين في الدار البيضاء كامله، الافارقه اللي كاينين في الدار البيضاء كامله كيجيو ل 5 ايطوال، وهو المحطه الطرقيه اللي هي الوجه ديال المدينه. تصور لاكاروتير كيجي السائح كيجي البراني، دابا حتى المغاربه ما بقاوش كيقدروا يجوا للمحطه الطرقيه. علاش؟ بقوه الاكسيداد في الليل بالنهار، اما واحد المحطه اللي هوتي لتحت راه الناس اللي كيصليو ما بقاوش كيدخلوا للفيستير، لان الفيستير تسولوا عليهم. ملي كدوي مع مسؤول كيقول لك اودي ما عنديش تعليمات وما نقدرش، وانت ما كتقدرش حاليا اش كنتظر انا من هذا المسؤول؟ انا ما بقيتش مغربي، من المسؤول ديالي ما يحمينيش وهو عندي جنسيه مغربيه وما يحمينيش، ما بقيتش انا مغربي. كنطلبوا من هاد الناس الله يجازيهم بخير ما يبقاوش يدركونا بالملك، نوضوا يخدموا خدمتهم. هاد الناس حنا راه ماشي ضدهم، كنعاودوا نكرروها، حنا راه ماشي ضد الافارقه، ولكن راه ضد الاعمال اللي كيديروا الاوساخ اللي دايرين لنا. يقلبوا لهم على الملاجئ، كاين ملاجئ كاين مدارس فارغه يديوهم لها، حنا مش طالبين شي حاجه اكثر من هادشي. حنا كسائقين سيارة الأجرة راه المواطن والكليان ما بقاش كيجي عندنا، وحنا ما بقيناش كنقدروا نوقفوا بديك القوة ديك الرائحة اللي كاينة تما. وانتوما راك عاينتوا هادشي بلا ما نبقاو نزيدوا أكثر من هادشي، انتوما عاينتوه. إلا كنتو انتوما راضيين بهذاك الوضع كصحافة شحال وقفتوا هاد الشيخ تقول شحال وقف جوج دقائق ثلاثة ما تقدرش توقف. والسلام عليكم. هادشي اللي نقول دابا انا خاص اخويا اش نقول لك؟ السلام عليكم. بعد اول كلمه نقول لك واحد الحاجه، لان فهمتيني احنا هاد الناس هادو اللي جاوا عندنا هنايا فهمتيني عابرين سبيل مذكورين في القران فهمتيني، احنا اصلا احنا ما قلنا لهمش علاش هما مكاثرين هنا ولاش مريحين هنا ولاش كديروا هنا فهمتيني. اما اصلا هما واخدين هما من نفسهم واخدين عنا نظره خايبه بحال حنايا معنصورين معاهم اصلا هما، ولو كيشدوا بحال قلتي بحال في بلادهم هادو راه شويه قدروا ياكلونا. نكذب عليك خويا الزين والله ما نقول لك داكشي ديال بورما وداكشي ديال راه تيقدروا ياكلون هادو. ديك العيبه كتجي تهضر مع واحد قدر داك بحال لك فهمتيني، تقدر راه شي واحد قبلك صغير ولا شي لعيبه يبقى شي واحد صغير ولا شي حاجه كيقدروا يبغيو يطاولوه وهادي. شحال من واحد ولد درب ناس اسمع مريض الدولة التليفون البارح مريض، خلي انا مريض الدولة التليفون، ترى راه شدوا وحده فهمتيني مسطيه
بالليل مع شي ربعه ديال الليل هنايا كون كاع ماكش انا ولاد الدربنا طالعين نقصاو عند المعالجه فهمتي طالعين نتعشاو عند سميتو عند بطار راه كلشي كيعرفوا عندنا هنايا طالعين كون كاع ما كنا حنايا فهمتيني والدراري ولاد الدرب كبير كنا ما عرفتش شكون اش داروا ولا وشو دابا انا تشوف انا شو كي دايرين بعدا فحال دايرين فحال هذوك مخيمات تيندوف فحال ما داك الشكل واش فهمتي واه وكيتزاد راه ما كانش بحال ما هكا راه كانوا شويه هما ما كاين بشويه بشويه شوف شو كيولاو يعني انت شوف ولو اي واحد دابا قدر فحال البارح انا شفت على عيني واحد ديز يو المدام ديالو واحد ويدي لها بكارطون ما عرفتش هضر مع هادي ما عرفتش كيفاش الاخر تا هو ناضو جاو دغيا كيتجمعوا دغيا كيبغيو يطاولوا بنادم وكاين عاوتاني ماشي فهمتيني ماشي كاملين هما خايبين وكاينو فيهم زوينين كاين فيهم والله ما هضرش مع بنادم كاين فيهم بنادم زوين وفهمتيني وعارف اش كيديروا اصلا كيقدروا هما كيتضاربوا مع بعضياتهم حيت كاين فيهم مسلمين وكاين فيهم فهمتيني انا اللي بغيت نقول حاجه واحده حنا راه ماشي ما بغيناوش حنا يعيشوا معانا ولا شي حاجه اه هما فهمتيني مع راسهم يقدر يتسبب في امراض يقدر يتسبب في عده المسائل هنا كاين الناس هما كيشربوا الانكول بعدا وبزاف بزاف الحالات اللي كاينه هنا حدا مو التاكسي ما تحركوش لو كنت تحركوا مو التاكسي كنت تعاونوا شويه تكون شي حاله هنا الامن انا ما شفت الامن ابدا ما كاينش الامن ملي كندور انا في المحطه كلها الامن ما كنشوفوش ما كيتخطرش وهاد الناس ديال مو التاكسي راه خصهم يحاولوا يديروا تما شي اجتماع ديالهم ويحاولوا وحنا نتعاونوا معاهم كصحفيين نتعاونوا معاهم ويزيدوا لقدام انا كسي راه ما غير هادشي راه ما كي اي راه عندي انا عندي راه عندي عندي في عندي في في, في الجروب عندي ولكن هادشي راه ما كيحملش عقبه من القدام هادشي راه كيتكاثر هادشي بالنسبه للمواطن البسيط واش هادشي كيشكل هادشي بالنسبه للمواطن البسيط غيولي تكريسه هادشي راه كيولي كريسات هنا في الشريف هنا اسمح لي هادشي راه غادي كيتكاثر هادشي راه وباء انا كنسميه وباء هذا انا راه ما كاينش اعطيني شي رجل الامن يلا عطيه ليا ما كاين والو يلا شفت واحد السير ديال رجل الامن كركسونو على الكيران لا قل ولا اكثر انا كمدير جريده فجر الصحه المغربيه هذا هو الخطاب ديالي مؤقت يعني جيت على زياره خفيفه هنايا راني غادي نمشي اللي غادي نقول بخصوص هذه الظاهره ديال الافارقه اللي هما صبحوا يوضعوا دار بيضاء في واحد الصوره يرتالها لدرجه ان الساكنه واللي انا واحد منهم ولينا كنعيشوا واحد الحياه اللي ما نقدرش نتصور كيفاش غادي نوصف لك الحياه لان الا بغيتوا تعرفوا هذه المسائل عن قرب خاص يكون الحضور الصحفي قريب لينا باش تشوفوا اشكال الممارسات اللي كيمارسوا هذوك الناس لان هاد الناس احنا راه ماشي ضدهم اولا من الجانب الانساني والاجتماعي احنا معاهم قلبا وقلبا ولكن ملي احنا كنشوفوا كمغاربه لان المواطن المغربي في طبعه كتلقاه دائما ذاك الانسان الكريم مصوب بالكرام بحسن الضيافه الى غير ذلك خاصة الطرف الاخر اللي هما الافارقه يدركوا بان راه المغاربه كيتعاملوا معاكم بحسن النيه وبالمعامله الحسنه الى غير ذلك ما تسيئوش انتم الوضع وتبداو كتعملوا اشياء اللي هي منافيه للقانون ومنافيه للاعراف والثقافه ديالنا المغربيه الى اننا نجد داخل هذا الوكر اللي هو فضاء اللي كان بعد كنا فضاء رياضي اللي هو فضاء بكار كانت كتستغلوا جمعيات من اجل انقاذ شباب درب كبير اللي معروف درب كبير ملي كتقول درب كبير كيقولك درب كبير الحشيش الفانيد الاشياء كاع اللي هي لا كتلعب بواحد الجانب ديال هو التجاره في المخدرات الى غير ذلك حنا كنحاولوا كمجتمع مدني باش نقضوا هاد الوليدات لكن للاسف ها هما اصبحوا محتلين فضاء راك ربما الا مشيتو تما كاين راكم شفتو واحد المنشاه الا تنجزات ما غاديش يقدر شي واحد يمارس راه ما كيمارس حتى شي واحد هذيك المنشاه علاش؟ لان الروائح النتنه تما كاين ناهيك على الامراض المزمنه اللي ولات كتنتشر شيئا فشيئا هاد الناس بغي اطار تغطيه صحيه ما كانش اللي غادي سميتو وزاره الصحه على حسب المندوبيه على الاقليم على عمالة البيضة مر سلطان ما عمرهم جاوا شافوا هاد الناس ولا تفكروهم ولا جاوا قاموا بالواجب ديالهم علاش لان الجانب الصحي راه مهم يقدروا الناس جايبين معاهم امراض ومعروفه افريقيا الامراض اللي كيعانيوا منها هما راه فتاكه
بعض الاحيان راه ماشي غير امراض معديه او مزمنه، راه فتاكه هاد الاشياء سميتو ما نتكلموش عليها. انا اللي كنزيد نضيفو للمعلومه هو ان هذاك الفضاء كانوا كيستافدوا من الساكنه ديال درب السلطان كلها كفضاء مصلى في الاعياد، حنا تحرمنا منه. حنا نقولوا حنا راه باقي عندنا الصحه باش ننتقلوا للدريسيه، ولكن هذوك الناس المسنين والناس اللي هما مساكن يلاه كيدبوك ديال اخره، كيفاش الوضع ديالهم من هذا الجانب؟ ناهيك على المركز التجاري لتحت في المحطه، راه هودوا ديروا شي دورات ما كانوش بعينيك. والله العلي العظيم الا كتقول انا داخل قاعه الزيتون ماشي داخل الفضاء التجاري وسميتو، لانه اليوم حتى اللي جميع الاماكن ما كيحترموا بوليس، ما كيحترموا حتى شي واحد. حنا الحمد لله في العماله كاين عامل كيستاجب الطلبات، كيفتح حوار، فاتح المكتب ديالو كيفتح حوار تلو الاخر، كاين الناس حاسين بالمسؤوليه، ولكن ملي كتكلم معاهم كيقول لك راه الاشياء اللي هي كاينه فوق وجاي من ما يمكنش لي ان ناخذ القرار فيها وما يمكنش لي. اشنو كتقلبوا؟ علاش كتقلبوا؟ واش حتى نديروا وقفات ونبداو حنا نديروا المسائل؟ هذاك الشيء راه ماشي ديالنا، ماشي بثقافتنا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارتاجيو لا فيديو مع صحابكم وكان تواصل اجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.